نعود الآن إلى جنين التي تعرضت هذا اليوم لاقتحام كبير واشتباكات مع المقاومة داخل المخيم. ينضم لنا من هناك مراسل عربي عميد شحادي. أهلا بك عميد. الحديث يدور عميد يدور الحديث الآن عن انسحاب جيش الاحتلال من مخيم جنين، هل لك أن تؤكد هذه المعلومة؟ وكذلك أطلعنا على حصيلة هذا العدوان على مخيم جنين، الحديث يدور عن 14 شهيدا وعشرات الإصابات. عميد، يحيى، نؤكد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين. نحن الآن في قلب مخيم جنين، وتحديدا في النقطة التي شهدت أعنف الاشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه ساحة مخيم جنين بالقرب من مقر الأونروا، ومن مقر الصحة للأونروا. في هذه الساحة تركز القصف من طائرات مسيرة إسرائيلية واشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين داخل المخيم. قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من المخيم مخلفة دمار هائل، مخلفة 14 شهيدا في حصيلة أولية، وأكثر من 20 جريح وصلوا إلى مستشفيات مدينة جنين، ومخلفة أيضا الظلام في المخيم. قطع جيش الاحتلال الإسرائيلي شبكة الكهرباء بالكامل عن مخيم جنين، والآن أهالي المخيم يخرجون عبر إضاءات الهواتف ليتحسسون طريقهم لمعاينة الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمهم. الآن فقط تمكنت طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني من الدخول إلى عمق المخيم بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعاينة أثار الدمار وإخماد حرائق خلفها قصف من طائرات مسيرة إسرائيلية في أكثر من منزل داخل مخيم جنين. قوات الاحتلال الإسرائيلي يحيى انسحبت من المخيم بعد اقتحام استمر لساعات، أدى إلى إجبار مئات المواطنين الفلسطينيين من مخيم جنين إلى النزوح إلى مدينة جنين والمستشفيات المحيطة بمخيم جنين بحثا عن الأمن وهربا من القصف بالطائرات المسيرة الإسرائيلية على عدة منازل داخل مخيم جنين. بدأ الأهالي بالعودة إلى المخيم مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا مشهد النزوح والعودة متكرر كثيرا في مخيم جنين. مع كل اقتحام إسرائيلي يحيى لهذا المخيم يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنازل من المواطنين الفلسطينيين في المناطق التي تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستبدال المواطنين الفلسطينيين، إخراجهم من المنازل، ويحل محلهم فرق من جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطرون على المنازل ويبدأون بإطلاق النار باتجاه مقاتلين فلسطينيين في مخيم جنين. فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى يحيى في الوصول للمقاتلين الفلسطينيين داخل مخيم جنين. هذا ما شهدناه في أزقة المخيم خلال تنقلنا بعد وصولنا قبل قليل إلى هنا إلى المخيم بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي. عشرات المقاتلين الفلسطينيين ينتشرون في أزقة المخيم، خاضوا اشتباكات هي الأعنف. غطينا لسنوات في مخيم جنين، ولكن ما شهدناه اليوم اشتباكات هي الأعنف مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفجير للعبوات الناسفة ومحاولة التصدي لهذا الاقتحام الكبير لمخيم جنين. شارك أيضا مقاتلون من داخل مدينة جنين والقرى المجاورة، وصلوا إلى مدينة جنين وخاضوا اشتباكات مسلحة لساعات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابه من هنا من المخيم. يتوقع الأهالي مع عودتهم إلى منازلهم ومع بدء الخروج من المنازل إلى الساحات لرؤية ما الذي فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها، وفي محاولة لإعادة التيار الكهربائي من الفرق المتخصصة في المخيم، بدأ الأهالي يتحدثون عن توقعات من جديد بأن إمكانية أن يكون هناك المزيد من الاقتحامات في الأيام القادمة، وتحديدا مع ظهور المسلحين والمقاتلين الفلسطينيين مرة أخرى في أزقة المخيم، وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه غير المعلنة في محاولة القضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وتحديدا في مخيم جنين. اشتباكات شهدها هذا المخيم كما ذكرنا هي الأعنف منذ شهور. هذا اقتحام استمر لساعات، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت المخيم في مثل هذه الساعة أمس إلا أنها انسحبت صباح اليوم وعادت بعد 3 ساعات فقط واقتحمت المخيم من جديد لما يمكن أن نصفه بأنه اقتحام متواصل منذ ساعات الليلة الماضية وليس فقط من ساعات صباح هذا اليوم. مئات التلاميذ والطلبة والأطفال الفلسطينيين في رياض الأطفال والمدارس المحيطة بمخيم جنين لم يتمكنوا من الخروج من مدارسهم إلا في ساعات الليل
بعد أن احتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنعهم من الخروج من المدارس وتحديدا من مدرسة الزهراء على أطراف مخيم جنين، حيث اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال وجود التلاميذ وبدأ بإطلاق القنابل الغاز باتجاه الصفوف المدرسية. حاولت طواقم الإسعاف الوصول إلى المدارس في وقت مبكر إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، فتمكنوا خلال ساعات الليل من الوصول إلى المدارس وإخلائها من الطلبة والتلاميذ وتسليمهم لعائلاتهم، وما زالوا حتى هذه اللحظة يتم نقل التلاميذ من مناطق تم تجميعهم فيها بالقرب من المقاطعة في مدينة جنين إلى أهاليهم في المخيم وخارج المخيم في مدينة جنين. إذن هذا اقتحام يعتبر من أكبر الاقتحامات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر في مخيم جنين، واستمر لساعات طويلة خاض فيها المقاتلون الفلسطينيون اشتباكات كما ذكرنا هي الأعنف منذ شهور للتصدي لهذا الاقتحام. وفي نهاية المطاف انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المخيم مخلفا 14 شهيدا في حصيلة أولية وأكثر من 20 جريحا معظمهم من المدنيين سقطوا قصفا بطائرات مسيرة، ومنهم من سقط بالرصاص الحي خلال إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بكثافة على تجمع للمواطنين الفلسطينيين داخل مدينة جنين وأيضا داخل مخيم جنين. الآن مخيم جنين يحيا بلا ماء بعد تحطيم شبكات المياه، وبلا كهرباء بعد قطع شبكة الكهرباء، وأيضا بلا طرق يتحسس الناس طريقهم كما ذكرنا على أضواء الهواتف لرؤية آثار هذا الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين. عدد كبير من الشهداء ليس فقط هنا في مخيم جنين يحيى، بل أيضا شهدت جميع مناطق الضفة الغربية اقتحامات مشابهة، وتحديدا في مخيم بلاطة حيث سقط شهيد وأصيب 20 آخرون بجروح، وأيضا كان هناك اقتحامات لبيت لحم والخليل ومخيم العمعري برام الله. على الأقل 18 شهيدا اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية في حصيلة أولية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية يحيى.